قرب الصيف واصبح الناس يبحثون عن المكيفات ذات الجودة العالية واقل استهلاك للطاقة. مصنع الجي الموجود بالرياض مصنع عالمي لتصنيع مكيفات الجي عالية الجودة، وبأيدي سعودية يتم تصنيع وتصدير مكيفات الجي لأكثر من 20 دولة. احنا طال عمرك مواكبين لرؤية سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان 2030، ومن أهم إسهاماتها مبادرة صنع في السعودية. احنا اللهم لك الحمد شراكتنا مع الجي اليوم أنتجت وأثمرت عن تصدير منتجاتنا بأيدي سعودية إلى أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. احنا دائما مبادرين ومواكبين لرؤية سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان. اليوم احنا مع شراكتنا مع شركة الجي احنا نطمح اننا نوسع خطوط انتاجنا اولا، الشيء الثاني نوسع منتجاتنا. احنا طموحنا ان شاء الله في المستقبل نصنع جميع المكيفات، وان يكون مصنعنا السعودي هو المصدر الوحيد في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لجميع منتجات التكييف الموجودة عالميا. الصناعة الوطنية من مكيفات الجي لا تنافس فقط بل تتفوق في السوق السعودي، حيث أن كل المكيفات اللي تم تصنيعها بالرياض حاصلة على تصنيف الأخضر وذات استهلاك كهربائي أقل. طبعا التنافسية في سوق زي هذا المنافسة قوية جدا، لكن لله الحمد بالشراكة أو بالشراكة مع أو بالعمل مع شريكنا الفني شركة الجي استطعنا لله الحمد تطوير منتجات عالية الكفاءة قليلة التكلفة بإذن الله نقدر ننافس فيها السوق المحلي وأيضا سوق التصدير عن طريق المنافسة وعن طريق المواصفات التي أقرتها الجهات الحكومية. بالتالي قدرنا نستطيع أن نضيف المنتجات هذه لنا، ونستطيع بإذن الله أنه يكون منتجنا منافس من ناحية الجودة والكفاءة، وهذه أهم ثلاث نقاط رئيسية أو نقطتين رئيسيتين في موضوع المنافسة. إضافة إلى أنه أيضا عندنا اتفاقيات كثيرة مع الجهات الحكومية لموضوع توطين الوظائف والتوظيف المنتهي بالتدريب أو التدريب عفوا المنتهي بالتوظيف، فجميع هذه ولله الحمد ساعدتنا للحصول على وتطوير كادر سعودي كفء في المشاركة في عمل أو إدارة شركة المصنع. الجودة العالية تجعلك دائما تتميز عن منافسيك، والجي ذات جودة عالية وقوة.